مترشحون يقفون في انتظار اجتياز مادة العلوم الإسلامية، تركيز ومراجعة أهم ما جاء في المقرر الدراسي للموسم الدراسي، في جو يسوده التفاؤل بتجربتهم في اليوم الأول من الامتحانات. اليوم جوزنا عربية شعبة أدب وفلسفة، سوجي كان في متناول الجميع خاصة في بالنسبة للشعب، حيت كان يهضر على القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية كامل عندنا مكتسبات قبلية عليها، تما نقدروا نهضروا من راسنا بلا ما نشوفوا في لو تكست. وبالنسبة للمقال شوية كان معقد خاصة في تقويم النقدي. هو جا نورمال، جا في متناول الجامع، واش قرينا طاح. انا بارابور ليا جا نورمال، ما واعر ما ساهل. ولا غير الحمد لله يا اخو، جوزنا انتيك وجا درنا واش حفظنا، وان شاء الله ان شاء الله نخدموا. احنا جينا باش نجيبوا الباك، ماشي جينا باش زعما نعاودوه ولا باس، جينا شغل متفائلين باللي حابين نجيبوا الباك ديالنا. على مدار 5 ايام يجتاز تلاميذ الطور الثانوي امتحانات بكالوريا دورة جوان 2019، لكن في غياب اشاعات تسريب مواضيع الامتحانات التي عرفتها بعض الدورات السابقة وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. صباح جوزنا ما خرج حتى سوجي، ودوكا شريعة ندوزو عشية وما كان والو، ما سمعنا حتى سوجي خرج، وباك فالابل ومليح وان شاء الله نجيبوه كاع. لا لا، لي سوجي ما خرجوش، كنا مسنين بالك يخرجوا، لو خرج ما خرجوش كيما العام اللي فات خرجوا، قالوا للعام اللي فات، هذا العام والو. حنايا ما شفنا حتى حاجة، ومليحه لينا كيما يخرج باسكو يكون معترف به دوليا، الباك ديالنا ماشي كيما العوام اللي فاتوا، يكون فالابل هكا تقدر تخدم برا، تقدر تكون عندك نيفو ماشي كيما يخرج. يوم اول موافق في امتحانات بكالوريا 2019، يبقى ازيد من 600 الف ممتحن على هبه استعداد في باقي المواد في انتظار ظهور النتائج في 20 جويليا المقبل. هو لشمس الدين لوكاله الانباء الجزائريه، الجزائر العاصمه.